أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Our brother, he asked a question. He said, here in the UK, there are people who are Muslims. They are supposed to be Muslims. They say that this concept of Darwin, that human beings, the concept of evolution, human beings came from monkeys. Human beings were one-time monkeys. This person, these people were Muslims, this person, he says that this does not go against the deen. The problem is that Muslims don't understand the theory of Darwin, and that's why we are opposed to it. So the question the Sheikh is this theory true? Number two, what's the ruling of the person who says this? Number three, what's the hukum of a salat behind him? نظرية داروين مهما كانت فإنها تقول إن أصل الإنسان قرد، هذا اللي احنا نفهمه، وهذا مخالف للقرآن. فإذا كان الله يقص علينا قصة آدم وكيف إلى أن استكملها وأهبط آدم إلى الأرض وعاش ذريته على شرعي الشرع الذي شرعه الله له عشرة قرون وهم على الشرع الذي أعطاه الله لآدم عاش عليه أولاده، هل نترك الأمر الذي نظن أنه قطعي، نجزم أنه قطعي وأن هذا هو الصحيح؟ لأن القرآن قطعي، خبر القرآن قطعي. يعني مثل لو واحد يقول ما في بلد في مكة اسمها مكة، أو ما في بلد اسمها صنعاء، أو ما في بلد اسمها القاهرة، أو ما في بلد اسمها لندن، هل إنسان يصدق؟ أحد يصدق بهذا؟ لا والله، لا أبدا، هذا قطعي. والله أخبرنا عن قصة آدم أنها آدم وذريته من أصل هذا الرجل الذي خلقه الله بيده، ما قال أصل قرد، الله ما قال هذا، ما قال أصل قرد أبدا. هذا أولا. هل نترك هذا الأمر المقطوع به والذي لا شك فيه والذي أطبق عليه جميع الأمة والعقلاء في قديم الزمان وحديثه، نتركه لرجل عمل نظرية وقال هذه نظريتي؟ هذه ما يمكن، هذه يعني هذه ثانية. ثالثا، هذا الرجل الذي قال الناس ما فهموا قصة داروين وفكرته، طيب يفهمنا، يجي يفهمنا، احنا بحاجة، يجي يفهمنا، والذي نقل عنه يجي يحضر ويفهمنا، ما دام فاهم هو يفهمنا ما هي قصته. تعال يا القائل بقصة امثل امامنا وقل لنا فهمك الذي فهمته من قصة داروين، تعال فهمنا بهذا الشيء. ما أن تدعو إلى شيء يكذبه العقل والنقل، يكذبه العقل والسمع، يكذبه القرآن ونصدق، هذا لا يمكن أن نقبله بحال من الأحوال. والذي يقول مسكين ليس له فهم، يعني ما فهم القرآن راح يفهم قصة داروين؟ هذه والله ضعف العقلية، والله يعني ما فهم كلام الله الذي يقول لآدم، يقول عن آدم أنه خلقه بيديه وأسجد له ملائكته، ما فهم هذا وفهم قصة داروين؟ هذا فهم معطل، فهم خربان، فهم منكوس خربان. وليس هذا هو الغيب. في الأمة أشياء كثيرة من هالنوع،
فهم فاسد، فهم باطل، فهم الناس يتركون القرآن وصدقه وحجيته وقطعيته إلى قول شخص يقول الناس ما فهموا قصة دلون. إذا كنت فيك شجاعة وتقول أنا رجل أبرز، نقول أبرز موعده، والذي يرى أي واحد منهم متمكن بها الباب ويدعو إليه أنا أحضر له أو أدعوه إلى المملكة يجي ويناظر ويجادل. نعم أبد على حسابي يجي. أما كلام يلقي بين العوام وبين الناس وبين المثقفين يريد منهم أن يفهموا ويقول أنتم ما فهمتم القصة. طيب هب أننا فهمنا، نكذب القرآن؟ نحن الآن تصفنا بأننا ما فهمنا. طيب إذا فهمنا وش تريد؟ ماذا نقول؟ القرآن كذب؟ تستطيع أن توفق بين القرآن وقصة ونظرية داروين وتقول أن نظرية داروين هي اللي في القرآن وأنها تتفق عما جاء في القرآن؟ بيّن لنا هذا، بيّن لنا هذا. وما أدري يعني هل داروين يعني وكلك أن تنشر مذهبه وعقيدته الفاسدة وتقوم بعبئها ومسؤوليتها؟ أنت وكيل الله. فسبحان الله ما أضعف بعض العقول. نعم. ما حكم الصلاة وراء من؟ وراء هذا الشخص. إذا كان يعلنها ويصرح بها لا يصلى خلفه لأنه مكذب للقرآن. الله يقول أصل آدم من تراب، خلقه من تراب، وأسجد له ملائكته وكلفه بالشرع هو وبنوه إلى قيام الساعة. إذا كان يكذب القرآن ويقول القرآن والنظرية الصادقة وقصة آدم في القرآن غير صحيحة، أو أن قصة آدم نردها إلى نظرية داروين. تعرفون النظرية هي الشيء الذي لا يثبت. النظرية يقول نظرية كذا نظرية كذا، النظريات الكثيرة سواء في مجال الطب أو في مجال الذرة أو في مجال الاختراع أو في مجال أي شيء اسمها نظرية. فإذا ثبتت وش تصير؟ تصبح ماذا؟ ها؟ حقيقة. أحسنت، تصبح حقيقة ليست نظرية. يعني أن المطر يتبخر أصله من الأنهار والبحار والأشجار، تبخر فوق وإذا جاء منطقة جامدة باردة تجمد، وإذا مر بمنطقة ساخنة أمطر. هذه النظرية أصبحت حقيقة، فهمها الناس، فهمها الناس. لا يضر ولا تنافي القرآن، لا تنافي القرآن ولا السنة. أن الأرض تدور كانت نظرية، نظرية أن الأرض تدور، ابن آدم اكتشفها وعرف وقال أن الأرض تدور وأني نظرت إلى كذا. أصبحت مثلا قل حقيقة، قل حقيقة. هل هذا يكذب القرآن؟ لا ما يكذب، بل أعظم في قدرة الله. إذا كانت الأرض تدور وتقلب وعليها العالم والمياه والجبال والأشجار والبحار وما ينكب البحر يروح كذا، خليت نطرح السماعة، ها؟ فهذه أعظم بالإيمان بالله. الله يمسك هذه الأرض، هذه الأشياء على الأرض، ويمسك هذه الأرض في الهواء، هذا أليس أعظم في قدرة الله؟ واللي يقول إن الأرض مثبتة ما تحرك ما تحرك، هذا يعني كأنه يقول الله ما أقدر يخليها تدور. الله قادر، جعلها تدور وجعلها كذا وجعلها كذا إلى آخره. ها يا شيخ إخواني أكرمك الله. أيوة يا شيخ فاهمين ما يحتاج. يا أخي ما إيش؟ Because the time they're telling me it's done. خلنا نحضر. عم تقول استدل؟ وشو كرمنا بني آدم؟ ليس من كبد. أها يعني إن الله كرم بني آدم وليس قرود، ليس أصلهم قرود. أي مخ طيب. شيخ he said إخواني in this long answer which is the last answer
for this session that no matter what the case is, the origin of Bani Adam is not a monkey, does not go back to the monkey. This is in contradiction to what Allah Ta'ala has informed us of clearly and in detail in the Quran about Adam, that Adam's creation was like this and like this and like this, meaning all of the details of his creation are given to us in the Quran and in the Sunnah. Nowhere was it mentioned anything about a monkey. And part of his creation and the details that have been given to us is that he was created in the paradise, and it's in detail, and then he was sent down to the earth. When he came to the earth, his creation was clear, that he was a human being and all of his descendants were human beings, and that they were on this earth for an example of what was mentioned, 10 centuries, and nothing was mentioned about them evolving or developing into human beings after being monkeys when they came down to the earth or other than that. So my question is, do we abandon these definitive, this definite information? What is qat'i? There's no doubt, it's not ambiguous. The Quran made it clear what Adam was created from and how his creation, how his evolution was in terms of his own creation. So do we abandon that because someone said this theory? It's like Mecca. If someone came to you and said, there's no country, there's no city called Mecca. There's no city called Sana'a. There's no city called Cairo. If they told you that, there's no city called London. Someone came and made that claim. He said, are you going to believe him? He said, no, because there's no doubt that these cities exist, and no one's going to entertain that statement or that point of view. So the point here is that Allah Azza wa Jal, he has informed us clearly that Adam was created, and he was created from dirt, and he was created by Allah's two hands. Allah created him with his two hands. And nowhere in our religion is anything mentioned about a monkey at all. So this is something that there's no doubt in it. Ulama don't have doubt about that. The intelligent uqala from this ummah, they don't have any doubts about this whatsoever. Another point that I want to bring to your attention is the person who is saying that, anyone who says, but this case, this person, then tell him, come, you come. This person should come and let him explain to us where he's getting this from and how he's understanding it correctly and everyone else is misunderstanding it from the Muslims. Explain to us the correct way of understanding this. The Sheikh said, no, this concept is takdhib, is to reject and to deny what has been established in the Quran and the Sunnah. Is takdhib. It is a rejection against the intellect. It is a rejection against the way you look at things, the way you hear things. It's something that is totally, absolutely rejected. So the ruling, the Sheikh said, part of the ruling, because the question was, what's the ruling on him? Part of the ruling is the Sheikh said, this person is miskeen. He's poor. The one who understands like this and he believes this, and he does not understand the Quran, the person who said that. Allah clearly created Adam, and his creation is given to us in detail. So now, he said, this is the strange affairs that we find with the ummah, with the Muslims, with the people, and that is, someone claims that he understands Darwin's theory, but in understanding Darwin's theory, it necessitates that he's misunderstanding the Quran. So the Quran established Allah created Adam with his two hands, and the Malaika were told to bow down to Adam, and he was sent down to the earth. So clearly, if he says he understands Darwin's theory and he believes in it, then he's misunderstanding the Quran. So that is a problem, an inherent problem in and of itself. So we say to this person, if you're really brave, if you're a brave individual, if you're brave, then come and let us discuss this issue. I can come to you, the Sheikh said, or I can bring you to where we are. I'll bring you to Saudi Arabia. I'm at my own expense. I bring you and you help me and you help us to understand this particular issue. The Sheikh said about Salat behind this person.
First of all, if you know that this person is thinking like this, you have to give him some advice. But concerning the salat behind him, if he's saying this out in public, then you shouldn't pray behind him. Because he is a mukadhib to the Quran and the Sunnah. He's a person who's rejecting what is established in the Quran, what is established in the Sunnah. He's making takdhib. Adam, his origin comes from the dirt. And another thing he said, he added on to that, is Darwin's theory is just that. It's a theory. And a theory is something that's not established. It's the theory. It's a theory. And then after testing it through trials and tribulations and discussion and consideration, if it's proven, it has its proof and it's proven, it stops being a theory and it becomes a what? A fact. The haqiqa becomes a fact. So the one who said that, the Sheikh said, good job. So he mentioned some theories. The theory of rain. They gave the theory of why it rains, the type of land that has to be there, the atmosphere, and then it turns into rain. Sometimes it's not rain. He said that was once a theory, and then the people figured out, yeah, this is a true theory. It's a fact. This is why it rains. Another example of theory is the earth. The earth. That was a theory at one time. And then they proved that theory is a fact. It's factual. So this thing about Darwin has nothing to do with facts at all. And we bring this session to a close. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.